كحبل متصل يضخ أبناء العلم نجاحاتهم ليحتفل 139 متفوقا من التعليم الأساسي ومن أبناء الشهداء والجرحى في محافظة اللاذقية. تكريم له أهمية كبيرة جدا، حيث يدفع طلابنا إلى التقدم إلى الاستمرار، يضعهم أمام مسؤولية أن يستمروا في هذا الجد وأن يحولوا القول إلى فعل في المستقبل. نهدي هالتكريم لرئيسنا الغالي، نهديه لأرواح الشهداء الله يرحم أرواحهم جميعا، وإن شاء الله بلدنا كل ما بترجع مثل أول سوريا بخير. دعم معنوي وقدوة للطلاب اللي بعد منه، ونتمنى التفوق لكل طلبة سوريا. المتفوقون كانوا مصدر فخر للأهالي الذين كانت لهم بصمتهم في نجاح أبنائهم، فكانوا حماة علم ومعرفة وعزيمة، ولا سيما أبطال الجيش العربي السوري. مجموع كان بالنسبة لي كتير منيح، 202 طبعا بهدي نجاحي أولا لبابا، وطبعا الفضل الكبير لماما. كان جمعت 200 صافي الفرع العلمي، بهدي نجاحي للماما الله يطول بعمرها ويخلي لي إياها، ويرحم بابا ويرحم جميع الشهداء أجمع. أنا جبت 206 صافي، أنا بهديه كان أنه شهادتي وتفوق ونجاحي لعائلتي اللي وقفت معي وساندتني كتير بهالسنة. الحمد لله تعبت وقدمت كل شيء فيني لحتى أوصل لهالمحل وارفع رأس أهلي. جمعت 207 بهدي نجاحي لماما لأنها ساعدتني كتير ومهدت لي الطريق بكل صعوباته وساعدتني بكل شيء رغم الظروف الصعبة اللي احنا عشناها. أنا جمعت بالبكالوريا ثانوي علمي 1214 صافي، بهدي نجاحي لأمي ولأخواتي ولكل حدا من أساتذتي ساعدني لحتى أحقق هذا النجاح. ابنة الشهيد أحمد سليمان الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء، بهدي هذا النجاح لروح الطاهرة والبام الغالي اللي ساعدتنا لحتى وصلنا لهالمرتبة. اجتهاد ومثابرة وطلاب عنوانهم النجاح يشقون طريقهم إلى الشمس، سوريون وكل الفخر. من اللاذقية باسم عباس، قناة سما الفضائية.